دراسات. دراسة جديدة النرجسية تتراجع مع التقدم في العمر. أظهر دراسة جديدة لأفراد جيل إكس والتي أجريت على مدى 23 عاماً أن النرجسية ومكوناتها الغرور، الاستحقاق والقيادة تتراجع مع التقدم في العمر. وبالعام 1992 قام الباحثون بعمل دراسة شملت 486 طالباً بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ثم التقوا ب 237 شخصاً من المشاركين الأصليين بعد ذلك ب 23 عاماً. ونقلت الدراسة أن رغم أنه هالفئة العمرية تضم نخبة من الأفراد، 64% منهم حصلوا على مؤهلات علمية عليا وبالتالي حصلوا على ضعف متوسط الدخل الوطني. شعر مؤلفو الدراسة بأن الأنماط الموجودة في البيانات قوية للغاية، لدرجة أن من الممكن أن تنطبق على جيل X بشكل عام، وهم الذين ولدوا في أوائل الستينات إلى أوائل الثمانينات من القرن الماضي. وتوضح إميلي غريكالف المؤلفة المشاركة في الدراسة وأستاذة السلوك المنظم بكلية سانت لويس أولين للأعمال التابعة لجامعة واشنطن، أنه العمل الماضي أيد القول أنه الأشخاص يميلون للنضج على مدار الوقت، بإظهار أنهم أصبحوا واعين بشكل أكبر وأكثر قبولاً واستقراراً عاطفياً وأقل توتراً واكتئاباً من فترة البلوغ إلى منتصف العمر. وفي معرض التأكيد على أن النرجسية هي النقيض للنضج، تشير إلى أن النضج هنا يعني من الناحية الاجتماعية مواطناً أكثر لطفاً وإنتاجية في المجتمع. لكن تفاصيل الدراسة بتقول أن النرجسية تتراجع مع التقدم في العمر.